تعتبر بادرة إنسانية فريدة من نوعها، حملتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي للمرة الرابعة في تشاد. ولكن هذه المناسبة التي ترأستها سيدة البلاد الأولى هند ديفي إتنون رئيسة مؤسسة القلب الكبير تعتبر قافلة الخير الثانية بالتعاون مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي. وهذه القافلة الطبية حملت في رحالها أكثر من 22 طبيبا وجراحا في مختلف التخصصات الطبية، وخلال أسبوع وبقلوب صادقة لفعل الخير عكفت القافلة الطبية السعودية على كشف أكثر من 1099 حالة وجراحة أكثر من 511 مريضا تلقوا العلاج بفضل المؤسستين القلب الكبير والندوة العالمية للشباب الإسلامي. وهذه العمليات الجراحية تمت في مستشفى الصداقة التشادية الصينية. الأطباء السعوديين عكفوا أيضا على جراحة الأورام المستعصية والمسالك البولية والغدد وجراحة التجميل وجراحة العظام وجراحة الأطفال. مناسبة اليوم التي ترأستها سيدة البلاد الأولى هند ديفي إتنون كانت بحضور القائم بعمل سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد والمدير العام لمستشفى الصداقة التشادية الصينية وطاقمه الطبي وممثل الندوة العالمية للشباب الإسلامي فرع تشاد وأعضاء مؤسسة القلب الكبير والقافلة الطبية السعودية التابعة للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور فهد العبيدي. مناسبة التكريم بدأت بحصيلة القافلة الطبية خلال أسبوع والتي قدمها الدكتور صالح عبد السلام، والذي قال بأن القافلة خلال أسبوع استطاعت بأن تكشف على أكثر من 1099 حالة وعالجت أكثر من 511 حالة. وقدم السيد يوسف علي بابكر مدير الندوة العالمية للشباب الإسلامي فرع تشاد كلمة ضافية شكر فيها الجهود المبذولة من قبل سيدة البلاد الأولى هند ديفي إتنون رئيسة مؤسسة القلب الكبير على فعل الخير وخاصة الخدمات الإنسانية الجليلة، وأكد على استمرارية التعاون بين القلب الكبير ووامي. التعاون مؤسسة القلب الكبير معنا زاد حماسنا وزاد الإنتاج، وبالأخص في هذه السنة قد تم إضافات جديدة منها جراحة الأطفال وغيرها. والتعاون الذي وجدناه بالحقيقة من مؤسسة القلب الكبير انعكس على الأداء، يعني كان الناس متوقع أنه 400 عملية، فالحمد لله مشت أكثر تقريبا أكثر من 500 وشوية عملية، وهذا جهد حقيقة. أشكر الأطباء الذين أتوا، كانوا يواصلون الليل بالنهار، وكان الإقبال شديد جدا، والحمد لله كانت عمليات ناجحة واستفاد منه الجميع. نتمنى من الله أن يستمر هذا التعاون الاستراتيجي للاستفادة منهم جميعا. وبعد ذلك قدم الدكتور فهد العبيدي رئيس البعثة هو الآخر كلمة أشاد فيها بالجهود المبذولة من قبل سيدة البلاد الأولى هند ديفي إتنون، وقدم شكره لكل الذين ساهموا في إنجاح هذه المهمة الخيرية، وأكد أيضا في كلمتها على جاهزية الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تعاونها المستمر مع مؤسسة القلب الكبير. وبعد ذلك قدم مدير مستشفى الصداقة التشادية الصينية الدكتور عمر حمدان إيجامر شهادة تقديرية لسيدة البلاد الأولى رئيسة مؤسسة القلب الكبير هند ديفي إتنون على خدماتها الجليلة. وتخلل الحفل أيضا تقديم الدرع التقديري من الندوة العالمية للشباب الإسلامي لسيدة البلاد الأولى هند ديفي إتنون. ومسك الختام لهذه المناسبة التي تتوجت بتقديم شهادات تقدير وعرفان لأطباء الندوة العالمية للشباب الإسلامي كانت ببادرة قوية وكلمة ضافية قدمتها صاحبة القلب الكبير وأم الأياض البيضاء ورائدة الخير هند ديفي إتنون سيدة تشاد الأولى ورئيسة مؤسسة القلب الكبير، كلمة كانت بمثابة رسالة إنسانية عظيمة حملت كل معاني الحب والتكافل الاجتماعي التي اعتادت عليه منذ وقت طويل عبر مؤسستها مؤسسة القلب الكبير. إن النتائج المرضية التي توصلتم إليها بعد عمل جهيد مليء بمختلف المواضيع دون شك، وأن الروح الإنسانية والهمة العالية في خدمة المحتاجين والضعفاء وعلى وجه الخصوص توجهكم لتقديم المساعدة بدون تمييز، فهي نتائج تستحق الإشادة والتشجيع، إذ أنها تفوق تلك التي تم تنفيذها في السنة الماضية في نفس الظروف وبنفس الإمكانيات
وفي الوقت المحدد. وأخيرا وليس آخر ما تقوم به سيدة تشاد الأولى، كانت صورة جماعية جمعت أطباء الخير ورسل الإنسانية أطباء الندوة العالمية للشباب الإسلامي وأعضاء مؤسسة القلب الكبير، تتوسطهم رئيسة مؤسسة القلب الكبير هند ديبي إتنو وأعضاء سفارة المملكة العربية السعودية المعتمدين في تشاد.